السلام عليكم خوتي خواتاتي، الله ينجينا وينجيكم ويحفظنا ويحفظكم من عين بنادم. خوتي خواتاتي، هذا الموزية اللي كتشوفوها هنايا، هذه الموزية ديال عين بنادم، يعني عين بنادم. خوتي خواتاتي، عملنا تفسيخة ما قداتش، عملنا واقلغة ما قداوش، يعني اي حاجه كيقولوها ليا الناس كنعملها ما قداتش. نصحوني الناس، قالوا ليا كاينه الموزيه ديال عين بنادم. خوتي خواتاتي، كيف كتشوفوا، غادي نعطيكم حاجه بحاجه. هنايا عملت شميعه اللي هي كتضوي علي، يعني على الطبيسيل. هنايا كيف كتشوفوا، بيضات ديال البراءه، بيضات اللي هما يعني بارئين من عين بنادم، والباقي لا، هو الباقي ديال عين بنادم. خوتي خواتاتي، هنا عندي الخرقوم البلدي، عينيهم يشدابوا صفاه ما يبقاوش يشوفونا. هنا عندي البزار حبوب يمضغوه ويوليو يطيروا وينزلوا. هنا عندي سكنجبير، سكنجبير اللي ملي كتحطيه على اللحم وانتي في الحمام كتولي كطيري وكتنزلي. هنا خوتي عندي الابزار، هنا عندي الابزار اللي هو يا معلقه في عينيهم ومعلقه في فمهم، وما نقولش لكم. هنا خوتي خواتاتي، السودانيه الفلفله الحمراء الحاره اللي هي يا وقت ما يتفكروني تجيهم رشيشة في عويناتهم. خوتي خواتاتي، هذه هي الموزية ديال عين بنادم. على ود زمان كانوا الناس ملي كيحسوا بعين بنادم كنقراو القرآن، كان يعني نقراو سورة من القرآن، كنقراو دوك الآيات اللي هما يعني ديالت العين، ديالت الحسد، ديالت ديالت ديالت. خوتي خواتاتي، كاع عملناهم. مي هادو، هاد القوم وهاد العالم اللي حنا عايشين فيه، الشيطان طلع هرب وبقى كيتفرج من الفوق. خوتي خواتاتي، هذه هي الموزية، بقاو عاقلين عليها، هذه هي الموزية. ما بالك يا اختي العزيزه، البزار حبوب، سكنجبير، البزار مطحون، الفلفله السودانيه، الخرقوم بوصفير، اما الحرمل، الحرمل هذا يحفظني ويحفظكم ويحفظ أمة محمد. كنقولوا الشبة والحرمل، حتى من الشبة والحرمل ما قداتش فيهم، ولكن عملت واحد المعلقة ديال الحرمل اللي تكون فيه شوية ديال البركة. وعملت هاد الشميعة اللي علاش أخوتي خواتاتي أنا ديما كنضوي عليهم وكنحرق في راسي. هاد المرة كنضوي على راسي والباقي عليهم. خوتي خواتاتي، عندكم 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 من عين بنادم. السحر حق والعين حق، وثقوا بيا، ثقوا بيا الى لدرجه اللي راني ما مشيتش للخدمه، يعني البارح واليوم ما مشيتش للخدمه. في هاد لا فيديو خوتي خواتاتي، بغينا نضحكوا واحد شويه، بغينا الجو واحد شويه، يعني نعطيكم واحد الطاقه ايجابيه، ولكن ثقوا بيا، ثقوا بيا، ثقوا بيا، راه عين بنادم الله يحفظنا ويحفظكم منها. وهذه هي الموزيه ديال عين بنادم، هذه هي الموزيه ديال عين بنادم. خوتي خواتاتي، عرفتوا هاد الشيء اللي حاطه لكم هنايا، فريتي تا الواحد في عينو ما نقولش لكم. اما سكنجبير، ملي كنت صغيره كنمشي مع الام ديالي للحمام،
الناس اللي كيعانيو من الضهر كانوا حتى كيحكوا ويساليو وكيطلبوا لشي واحد يعملوا ليهم في السلسو ديال الضهر ديالهم. تتبان ليا المرا كتولي طير حتى السما وكتنزل. البزار حبوب الوقت اللي تفكروا عباد الله، تفكروا الناس، تفكروا الطابية اللي الله تزادت، ولا تشوفوا شي واحد شرا طوموبيله، ولا شي واحد شرا دار، ولا شي واحد تزادت عليه شي حاجه، وما تقولوش ما شاء الله، وما تقولوش تبارك الرحمن. ها اللي كيتسناكم، ها اللي كيتسناكم، ما شاء الله وتبارك الرحمن. هادو خوتي خواتاتي، هاد التبصيل غادي نهزو فوق راسي ملي نكون غدا الخدمه، وملي نكون جايه من الخدمه نعاود نهزو فوق راسي. هكذا العين اللي غدا تقوس عليا على اليمين ولا على اليسار ولا اونفاس ولا من اللور، يعني كلشي موجود وكلشي حاضر. اللي فيكم شاف واحد السيده هزة تبصير فوق راسها وفيه المروزية ديالت العين، يعرف بينما راني تضربت بالعين. وكنقول لكم خوتي خواتاتي، احبكم في الله، ما تنسوش ما تنسوش لو بارطاج، الاجر ليا وليكم، والله يحفظنا ويحفظكم، والله يردكم بالسلامة والامن والامان وراحه البال على ود يا خوتي خواتاتي. راه الدقه ملي كتجي راه ما كيبقي يبان لك والو، ما كتبقى تبان لك حتى شي حاجه. لهذا خوتي خواتاتي، ها المروزيه ديالت ديالت عين بنادم هادي غادي تولي، غادي نهزها طبسيل فوق راسي. تعاليق تعاليق تعاليق، ضحكوني واحد شويه كيف كنحاول نضحككم، ضحكوني. اما هذه قصه حقيقيه، ضحكوني خوتي خواتاتي بالتعاليق، اللايكات ولو بارطاج. كاينه المروزيه ديال اللحم وكاينه المروزيه ديال عين بنادم، وهي هذه بالقفازات وبالكمامه وبالنضاده ديال العين، مضاده ديال العينين، يعني هكذا راني محميه، محميه خوتي خواتاتي. ما بقيتش عرفتو واش الوباء ولا عين بنادم، مي غادي نجرب المروزيه ديال عين بنادم ومن بعد ديك الساعه نشوف الوباء. يا الله احبكم في الله، وما تنساوش ما تنساوش هادي راه دقه بطله، هادي خوتي خواتاتي دقه بطله. واللي بغى هاد المروزيه ديال عين بنادم من يديا ومن البركه ديال يديا، يصيفط 5 مليون تسبيق ونوجدها ليه، وملي نصورها ونصيفطها ليه يصيفط 5 مليون وحده اخرى. يلا خليت لكم الراحه وخدموا وجمعوا الفلوس الا بغيتوا تنجاو بالمروزيه ديال عين بنادم، والسلام عليكم.